ونريد الآن أيضا أن نتكلم بنبذة قصيرة عن بني عنزة بن أسد بن ربيعة بن نزار. فنقول ولد لعنزة بن أسد بن ربيعة بن نزار، ولد له يذكر ويقدم، أمهما سلمى بنت منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان. وولد ليذكر أسلم ومحارب وعامر، عامر هذا درج لا عقب له، وولد لأسلم عتيك ويعلى والعقب فيهما، وبغيث وصباح لا عقب لهما، العقب كان في بني عتيك ويعلى، أما بغيث وصباح لا عقب لهما. فولد لعتيك جلان وحرب وصباح، وولد لصباح بن عتيك بن أسلم بن يذكر بن عنزة بن أسد بن ربيعة، ولد له هزان ومحارب والدول وعكابة. هزان بن صباح ولد له وائل، وولد لوائل معاوية ومالك وسعد. الدول بن صباح ولد له الحارث وهو سيد عنزة، والحارث هذا كان سيدا مستبدا نافذ الأمر، إذا مصر ثوبيه فعلى كل عنزي أن يمصر ثوبيه، ومن لم يفعل ذلك نزع كتفه، ونزع الكتف هو خلعه، وإذا خلع الكتف سقطت اليد فلا يستطيع الرجل أن يستخدم يده. وتمصير الثوب هو صبغه بحمرة خفيفة أو بصفرة خفيفة،